يعني تقييم حضرتك لمعظم الأعمال اللي بتتم؟ يعني أنا شايف إن في وفرة في الإنتاج، والسينما أتصور إنه عدد الأفلام هيزداد. إحنا غالبا السنة دي هنقفل على 35 فيلم، أتصور إن السنة الجاية هنرتفع قليلا، يمكن نبقى 40 45 وهكذا، وربما نعود مع الزمن لرقم 60، لأن بقى في أسواق خارجية بالذات في الخليج وفي السعودية بتجيب مردود للمنتج، والسينما في النهاية صناعة وعملية اقتصادية، صحيح. فالمردود ده هيمشي العجلة. ولاحظت أنا حتى في أفلام جيدة، يعني مش بس الأفلام اللي إحنا ممكن ما يبقاش تقييمها إيجابي قوي، لا حتى الأفلام اللي تقييمها إيجابي عندنا جابت إيرادات بره وجوه، تمام. زي وش في وش وفوي فوي مثلا. يعني تقييم حضرتك لفوي فوي. من عمر هلال من المخرجين الجيدين، هو اول عمل له، هو اساسا مخرج اعلانات ايقاعه سريع، هو اللي كاتب، عنده حس جماهيري، في تواصل مع الناس، في نفس الوقت القضيه مردودها عالمي، الهجره غير الشرعيه دي قضيه عالميه. لو رجعت الافلام في العالم اي مكان جنسيتها، المانيه، فرنسيه، تركيه، مغربيه، هتجد دايما انها مقدمه باحساس تراجيدي او بنبض تراجيدي او بحاله كلها دماء ونيران وقتل لا هو عمل وجه كوميدي لقضيه جاده، وده انا بعتقد رهان جيد منه.